هل تنام لساعات طويلة أم أنك تعاني من الأرق وقلة النوم؟ عوارض اضطرابات النوم واحدة من أكثر المشاكل الطبية شيوعاً. في رمضان يحتاج جسمك لنظام نوم صحي يوازي بأهميته عاداتك الغذائية والسلوكية. قبل الذهاب إلى النوم تجنب القيام بأي تدريبات رياضية، وتجنب تناول وجبات ثقيلة أو استهلاك الكافيين والنيكوتين. استعد عنها بتناول الأعشاب المهدئة مثل البابونج واليانسون أو اللبن. حاول الاستغناء عن قيلولة ما بعد الظهيرة، والتزم بساعة ثابتة للنوم والاستيقاظ. معها حافظ على درجة حرارة ثابتة في غرفة النوم، أطفئ الأنوار واجعل الغرفة مظلمة بالكامل. إذا كانت هذه التدابير غير مجدية فيجب مراجعة الطبيب، لأن اضطراب النوم يؤثر على صحتنا عقلياً وجسدياً في آن معاً. تقبل الله صيامكم.